الحيوي. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، للي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، شيف سامح النهارده بيعمل لنا انواع مختلفه للاكلات الصيام، يعمل لنا شوربه الخضار والسلطه المسقعه وصينيه او القرنبيط المشوي. وصلنا لايه يا شيف؟ احنا دلوقتي جبنا الفلفل اللي قليناه الحراق مع الفلفل الثاني، وشلنا منه القشره الخارجيه النايلون دي وخلاص كده حطيناه. الله، وكده خلصت المسقعه بريحتها الرائعه دي، حلوه قوي. انت كمان ضفت في المسقعه جزء من الخلطه بتاعه القرنبيط. ايوه صح. تمام كده، تمام، حلو قوي. هاخد معايا بقى كده برتقانه، بس ثانيه واحده عشان نخش بقى بعد كده على الشعريه ونغرف على طول الحاجات بتاعتنا اللي احنا عملناها. احنا قلنا عملنا ايه بقى؟ قولي لي كده. عملنا شوربه خضار، ايوه، وسلطه المسقعه، ايوه، كملي اتفضلي. والقرنبيط المشوي ما تسالنيش عن الخلطه بتاعته. ليه؟ ما تسالنيش عن الخلطه بتاعته، كبيره جدا. لا مش كبيره ولا حاجه، احنا قلنا كاتشب ومستردة وعسل نحل ودبس رمان وصويا صوص والتوابل بتاعتنا حطيناها، وحطينا عليها الزعتر الاخضر بتاعنا. هناخد معانا البرتقانه الظريفه دي كده، ونجيب المسقعه دي كده ونعصر عليها البرتقانه دي. انا لازم ادوق اشوف النتيجه الرائعه اللي هتطلع. المسقعه دي يا جماعه صنف حرش كده شويه، عشان دايما الصيام بيحب الحكايه دي. واحنا عملناها بشكل تاني خالص على فكره. طعمها شهي جدا، بس اللي بيخاف من الحراق الفلفل الحراق شديد شويه. وخلصناها اهي، المسقعه معانا خلصت. بس بص يا مدونة بقى الالوان عامله ازاي وشكلها عامل ازاي والصوص بتاعها اللي فيها عامل ازاي، مش عاملينها ناشفه ولا اي حاجه خالص. حلو كده، جميل. فاحنا دلوقتي خلاص خلصنا. خلي بالك بقى كده وشمي ريحتها وقولي لي ايه الموضوع. ماشي، حلو كده. بس هناخد ينفع برضه ان الفلفل الحراق يقل شويه، صح؟ تمام. هناخد معانا بقى الشعريه بتاعتنا، شويه زيت نباتي كده لو انت مش عايزه زيت زيتون. ماشي. مش كتير، وهننزل عليهم بالشعريه اللي معانا ايا كانت الكميه اللي عند حضرتك. ماشي كويس. هنعمل شعريه بالسكر ولا هنعمل شعريه بايه؟ هنعملها كده بالسكر بالعسل زي ما انت عايزه، اللي عايز يحط سكر يحط، اللي عايز يحط عسل يحط، نفس الاداء اللي احنا هنعمله ده بالسكر او العسل. مفيش عندنا مشكلة، بس احنا هنحمره شوية. نبص بقى على الحاجات على اللي في الفرن معانا. والشيف ضاف على القرنبيط بعد ما حطه في الخلطة الجميلة اللي كان عاملها، عشان نعمل قرنبيط مشوي النهاردة مختلف بقى عن ما الناس بتعمله مقلي أو بالصلصة. حط عليه المشروم والفلفل الألوان ودخله الفرن تاني. القرنبيط ده رائع وريحته جميلة وطعمه مختلف تماما. كويس، عبال بقى ما نعمل دي نجيب بقى الحاجة بتاعتنا. خلاص الشوربة عشان دي هتاخد معانا لغاية الآخر. طيب وانت بتغرف كده يا شيف، خلينا نقول للناس الشوربة كان ايه بقى، عملت ايه الشوربة. احنا حطينا قلنا بصلة مبشورة، وحطينا طماطماية مكعبات، وحطينا بصله مكعبات، وحطينا جزراية، وحطينا كوسايا، وحطينا شويه اي خضار عند حضرتك في البيت حطيه. كويس، مش هيجرى حاجه ومش هيحصل له اي حاجه خالص. وحطينا الفص المستكه بتاعنا، وحطينا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل فقط، وحطينا شويه زعتر برضو. وبعدين حلو قوي في الشتاء، يعني في الشتاء بنبقى بنفكر في حاجات كده تدفي وتكون يعني تخلينا مثلا لو سهرانين بالليل وبنتسلى في حاجه خفيفه ما تكونش يعني تقيله على المعده بالليل. الشوربه تحفه جدا، هتدفي في الشتاء وخفيفه على المعده. كويس. وحطينا الميه بتاعتنا، وما حطيناش بقى مرقه ولا كلام من ده. دقوها وقولوا لي رايكم ايه، هيبقى طعمها يعني النهارده. ميخا انت بتحب الكرفس، فجميله اهي ورائعه جدا، ومش بيضه ومش حمراء، يعني احنا عاملينها يعني كهرمان كده بالوان بالوان الخضار اللي فيها. بالظبط، تمام، حلوه. ماشي يا ميخا، مش انت اللي قلت لي بتحب الكرفس؟ اهو الكرفس اهو. عشان ايه ما تقوليش حاجه تاني، عشان انا بقول كل حاجه على الهوا.
خلاص احنا نقعد ساكتين. حاجه تاني هقول لك انا الموضوع ايه. احنا المفروض نقعد ساكتين يا شيف عشان انت مش بتستر خالص. ما انت بتقولي لي انت بتقاطعني. احنا ناخد الشوربه واولادها زي كل مره. براحتك اندرو صديق البرنامج، لو في حاجه قول لي انا اغيرها لك، انت اللي بتظبط الاداء. قول لي انت بس امرني وانا مادونا. تعالي بقى هنا. طيب هنشوف كده خلاص قدمنا. معانا حنين كمان ورا الكاميرا، خلي بالك عشان تبقى عارفه. أيوة. قول لها برضو الاكلات النهارده طبعا علشان روايحها التحفه دي، فالشيف مبسوط بالاكل النهارده. حلو قوي يا شيف، ميرسي. احنا معانا بقى الشعريه دي، انا لقيت شويه شعريه كده قلت نعمل بيهم حكايه، ان شاء الله تطلع الحكايه مظبوطه. حلو قوي. كمان في الصيام بنبقى مش عارفين نعمل حلو ايه، وده برضو حلو للشتاء. بصوا بقى المسقعه شكلها عامل ازاي. دي بصوا الطبق ده عامل ازاي. الطبق ده انا بعشقه جدا. من الحاجات اللي على المستوى الشخصي انا بحبها جدا، يعني انا بحب المسقعه دي جدا وبعملها. وهي انا على فكره ساعات انا نفسي شخصيا يعني باكلها وجبه، يعني انا بعملها كده باكلها بقى بالعيش، هتلاقي دماغك نورت. ممكن نقلل الفلفل على فكرة عادي يعني. بالظبط. اللي مش عايز فلفل حراق ما يحطش، ده اختياري أنا، بس بفضل أنا بحبه يعني، أنا على المستوى الشخصي بحبه. هو الفلفل الحراق بنسبة يعني، برضو يعني لما بيحبش الحراق قوي ممكن إن احنا نقلله، وهو بيساعد على الهضم وبيساعد على الحرق في يعني يبقى درجة الحرق أعلى، خصوصا في الشتاء بقى، فبنحتاج إن احنا تدفية أكتر. الأكلات دي كلها في الشتاء بتبقى تحفة بقى. ناخد معانا بقى الفول السوداني ده ننزل بيه على الشعرية اللي احنا بنحمرها. وزي ما احنا قلنا بقى اللي عايز عسل يبتدي يحط من دلوقتي، احنا حمرناها اهي مش قوي. عايز بالعسل حط بالعسل، عايز بالسكر حط بالسكر. هنبتدي نحط شوية سكر كده. انت مش عامله في البيت السكر ده؟ لا مش عامله في البيت. هنحط بقى كده الشعريه دي بتاعتنا ونبتدي ننزل عليها بفنجان ميه، فنجان ميه، فنجان ميه، لغايه لما انا مش عايزها تبقى طريه، انا عايزها تبقى بت بت بتقرش برده معايا. انا مش بحب اسوي الحاجه لدرجه ان هي تبقى مهرية يعني. بالظبط. تمام كده خلصنا الشوربة وخلصنا سلطة المسقعة التحفة. أنا متخيلة المنظر بعد الحلقة. والأرنبيط إيه بقى فاضل قد إيه؟ الأرنبيط خلص بس أنا هطلعه في الآخر. عشان خاطر يفضل سخن يعني. قافل عندي مالها. خلاص كده احنا خدنا الشعريه بتاعتنا اهي، هنبتدي ننزل بشويه ميه صغيرين كده، شويه صغيرين خالص. حطيت قد ايه سكر يا شيف؟ بصي هو ده كيس كيس شعريه عليه كوبايه الا ربع سكر. كيس شعريه ده يعني حوالي 400 جرام مثلا تقريبا. ونبتدي ناخدها بقى سنه سنه كده. هنحط بس معانا شوية مية كمان كده. تمام. يبقى الشيف أول حاجة بيسوى الشعرية أو زي عمل تحميرة كده للشعرية، وبعدين حط المكسرات، أي بقى نوع مكسرات عندكم. احنا حطينا الفول السوداني، وبعدين زود السكر واحدة واحدة، وبعدين المية واحدة واحدة. تمام كده. من الحاجات المميزه جدا الشعريه ده يا جماعه، وانت ما عندكيش حاجه في البيت طلعتي كيس الشعريه ما فيش اي حاجه، وانت واقفه 10 دقائق كل حاجه هتخلص. فاضل لنا وقت قد ايه؟ فاضل. قولي انت يا ميخا عشان انت هي بتكروت. 10 دقائق. طيب احنا معانا دلوقتي 10 دقائق هنكون خلصنا كل حاجه ان شاء الله. احنا ينفع نستخدم برضو ممكن نحط زبيب ولا ايه عشان فيها سكر؟ ما ينفعش. ايه ده الشعريه هنحط زبيب؟ يعني هنحط زبيب. نحط هو عشان فيها سكر هنحط زبيب بجد. ده طبق من الاطباق الرائعه جدا، ومش بميه ومش بلبن ومش باي حاجه، هو هيسوي نفسه كده
وهيبقى رائع جدا. حلو قوي. كويس، احنا كده خلصنا ده. لو في بقى شوكولاته مبشوره اللي هي الشوكولاته الصيامي، لو في اي حاجه عندك في البيت اي حاجه حطيها عليه. حلو قوي. تحميره الشعريه اصلا مع المكسرات شكلها وطعمها هيبقى تحفه. يعني هي الحاجات دي زي ما كنت بقول من شويه في الشتاء بتبقى مسليه وبتدفي برضه في نفس الوقت. دي عشان نجرنش بيها دلوقتي. سلام. كويس كده؟ تمام كده خلصنا شوربة الخضار، والشيف قال لنا نعملها ازاي بطريقة مختلفة وسريعة. هناخد معانا بس شوية الخضرة دول بقى تحت القرنبيط. بأنك بتعامله معاملة اللحمة بقى. يعني دول بقى شبت وكزبرة وحاجات كده. عشان انا الصينيه دي، خلي بالكو الصينيه دي هتطلع من الفرن ما فيهاش اي ريحه للقرنبيط خالص. كرفس وشبت وكزبره انا اللي كانوا فايدين عندي فردتهم تحت. اللي ما تابعش معانا بقى من بدايه الحلقه ممكن تقول لنا يعني ريحه القرنبيط ضيعتها ازاي في السلق. حطينا عليه عرق، زعتر اخضر، وحطينا في الميه توابل اهو زي ما احنا اتفقنا. نمشي معاه شويه ميه في شويه ميه في شويه ميه، هي بتسوي نفسها، هي خلاص استوت كده تقريبا يعني. هنظبطها كده وهنعصر عليها برتقان في الاخر وهتبقى حاجه رائعه جدا يعني. تمام، حلوه قوي. كويس. وزي ما شيف قلت لنا يعني مثلا حوالي نص كيلو او ربع كيلو شعريه، ال 400 جرام هيبقى اكتر من الربع شويه. عليهم كوباية سكر. عايزين بقى نطلع القرنبيط بتاعنا. طعمها تحفة. عشان القرنبيط ده هيطلع حاجة عظمة قوي. هو أنت كل الأنواع اللي عملتها النهاردة تحفة بصراحة. حلوة قوي. كويس. تسلم إيدك يا شيف. ميرسي. عاجبينك الحاجات؟ طيب أنت. أنا إيه؟ أنا مستنية أما أشوف أدوق في الآخر بقى. ايه؟ احنا دايما بنستنى انت تدوق وتقول لنا ايه النتيجه كانت عامله ازاي. حلو قوي. جميل يا شيف. ميرسي. هي بس عايزه نار عاليه. حلو كده، احنا ممكن نجيبها. ماشي. دي خلاص ربنا. لا خلاص دي احسن. خلاص اوكي، نجيب بقى القرنبيط بتاعنا. نطلع القرنبيط لغايه لما الشعريه تستوي كده. عملنا الشوربه وعملنا السلطه وبرده الطبق الحلو والطبق الرئيسي، وكلهم في الصيام عادي بانواع واطعمه مختلفه. الله الله، تسلم ايدك. تسلم ايدك يا شيف. بصي يعني هقول لك حاجه ظريفه جدا، انا مش عايز اشيلها من الصينيه. لا خليها زي ما هي. ايه بقى؟ لان انا اكتشفت انها جميله قوي. حلو قوي. بس احنا هنطلعها بقى من الصينيه وخلاص. شيل بقى الزعتر. تحسه فرخنا شويه، ما تحسوش قرنبيط خالص. مشروم. قرنبيط. زعتر، فلفل الوان، صوص جامد جدا مع طبعا السلطه اللي انت عاملها ومع الشوربه الاكله يعني. بص لا بصي بقى القرنبيط ده لو حد في الاستوديو كله شم ريحه قرنبيط يبقى انا لا مفيش فعلا يعني انا بعمل حاجه بقى. ايه ده؟ لا مفيش ريحه قرنبيط خالص. هو كمان الطعم هيبقى اخده في حته تانية كمان. الصوص الجميل بقى. الصوص الحلو ده اهو. حلو كده، خلاص كده خلصنا خالص. جميل، تسلم ايدك. كده خلاص فاضل لنا الطبق الحلو بقى، شعريه عليها مكسرات وعليها السكر
ودلوقتي بيستووا مع بعض، وممكن نضيف المكسرات اللي حضراتكم عايزينها او المتوفره، مفيش مشكله. عندي انا بقى شويه جوز هند، شويه زبيب بنزل بيهم مع الشعريه. يبقى احنا حطينا فول سوداني وحطينا زبيب وحطينا جوز هند. عايز اقول لكم حاجه ظريفه، احنا ممكن نحط دي كلها في طاجن وندخلها الفرن تاخد وش تطلع تبقى رائعه جدا، تتاكل كده تبقى رائعه برده جدا. مش لازم ان احنا كل حاجه نعملها شغلانه يعني، ونحط بقى كريمه ونحط لبن ونحط، لا كل الحاجات ممكن تمشي معانا بشكل ظريف وبشكل جامد جدا، وتديني الطعم الفخم اللي انا عايز اوصل له. حلو قوي. اوكي احنا كده تقريبا تقريبا يعني طيب. وللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، ممكن حضراتكم بتلاقوا الحلقه موجوده على صفحه هي ومي وصفحه ميسات، مقاطع فيديو لكل حاجه لوحدها، وموجوده الحلقه كامله على بعض على الصفحتين زي ما قلت لحضراتكم. يعني النهارده الاكلات سهل ان هي تتنفذ ومكوناتها كلها موجوده، ممكن ان احنا يعني ننفذها في البيت. وعندنا بقى عزومه عايزين بقى حاجه تسلينا بالليل واحنا كده في الشتاء ومحتاجين حاجه تدفي، فكلها حاجات حلوه جدا يعني. ومعانا برضو البرتقال بتاعنا الظريف اللي هو مشاركنا في كل حاجه في الشتاء، هيبقى معايا على كل السفرات في الشتاء البرتقال، لان هدخله في الاكل بدل الاناناس، لان حتى لو لقينا الاناناس غالي والحاجات كده وبتاع هنبتدي نشتغل بالشغل البلدي بقى بتاعنا الظريف. حلو قوي كده احنا تقريبا خلصنا، هنغرف بس الشقيه. ماشي جميل. كده عملنا الطبق الرئيسي، كان الارنبيط المشوي والسلطه، سلطه المسقعه بطريقه مختلفه وشهيه جدا يا شيف. حلو قوي. حلو كده هنعصر بقى البرتقانه بتاعتنا دي برضو على الارنبيط زي ما عملنا على المسقعه، وهناخد برضو البرتقانه الثانيه هناخدها على الشعريه. وليكي بقى ان انت تتخيلي الروايح الاكل دي عامله ازاي على سفره صيامي. هو القيمه الغذائيه اولا عاليه جدا في كل العناصر الغذائيه، اي طبق منهم، غير ان هو صحي جدا، ما فيش اي فيه حاجه يعني، اللي بيعمل دايت يعرف ياكل الاكل ده، اللي يعني اللي عايز حاجه صحيه او حاجه مش تقيله على المعده. بالظبط كده. الصنف اللي عملتها لنا حلوه جدا يا شيف. حلو قوي. حلو الظريف ده بقى، الطبق الظريف ده تمام. ده ممكن طبعا احنا مش معانا وقت يعني ندخله الفرن. ده ممكن زي ما هو كده هيخش الفرن، هياخد الوش بتاعه ونرش عليه شويه سكر، هيبقى رائع جدا. اندرو صديقي وصديق البرنامج وصديق الحلقه، ايه الاخبار؟ بشكل جميل ولا نعمل ايه؟ انا عايزك بقى تراجع معانا بسرعه كده عملنا ايه النهارده، علشان اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه ويروح بقى ايه ننفذ الاكلات دي في البيت. بس انا بس جدا. ايه قبل بقيه الحلقه معلش يا جماعه عفوا يعني، انا بحب المسقعه دي جدا بقى بشكل مش طبيعي. الله النهارده عملنا عيش مخصوص عشان الموضوع كبير. حلو قوي يا شيف، يلا قول لنا بقى عملنا ايه النهارده. النهارده عملنا شوربه خضار. قلنا الخضار اللي موجود عند حضرتك في البيت، حطينا بصله مبشوره، حطينا فص المستكه، شويه زيت زيتون، حطينا بصله مكعبات، وحطينا بقيه الخضار عليها، وخدنا شويه قرنبيط من اللي احنا عاملينهم حطيناهم عليهم ودورناهم في الحله لغايه لما دبلوا شويه، وبعدين نزلنا بالميه بتاعتنا ونزلنا بطماطمايه مكعبات وطماطمايه سليمه عشان تبقى الشوربه لا هي حمراء ولا هي بيضاء، بتبقى في النص كده طعمها شهي جدا. وحطينا في الاخر ورق الكرفس اللي احنا حطينا العروق بتاعته في الاول. كويس. بعد كده خدنا القرنبيط بتاعنا نزلنا بيه في الميه المتبلة اللي احنا حطيناها، حطينا في الميه ملح وفلفل وزعتر اخضر عرقين ثلاثه كده، زعتر اخضر عشان ناخد الريحه، وكزبره ناشفه، وكمون، قلنا عشان القرنبيط لازم يبقى معاه كمون. دبلناهم وبعدين خدناهم في الصينيه، كنا احنا عاملين لهم الدريسنج بتاعهم، حطينا كاتشب، حطينا مستردة، حطينا دبس رمان، حطينا عسل نحل، حطينا توابل، حطينا شويه زيت زيتون، وحطيناهم في الصينيه، ودخلنا معاهم مشروم، ودخلنا معاهم فلفل الوان، وطلعوا حاجه كده يعني هنشوفها عامله ازاي. تحفه. الله
الله بالهنا والشيف، كلنا بنحسدك طبعا. شيف سامح النهارده عمل لنا القرنبيط المشوي، عمل شوربه الخضار وسلطه المسقعه، والحلو كان الشعريه بالمكسرات والسكر. يعني احنا بنشكرك جدا يا شيف، ودايما منور، دايما مبدع، دايما بتعمل حاجات مختلفه وحلوه ومليانه بالعناصر الغذائيه. تنور دايما. انا بشكر حضرتك وبشكر فريق العمل الجميل خلف الكاميرات، ونشوفكم في حلقه جديده من هي ومي الى اللقاء. اشكركم كلكم، ومبسوط ان انا كنت معاكم. نورت يا شيف. هي ومين أكلت شهية 100% أصناف جديدة في هي ومين، خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى، نحو علشانك هي ومين، وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين، أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس في هي ومين، هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني، هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين.